ازيك يا كابتن احمد؟ كابتن خالد، ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله جميل يا حبيب قلبي. مبسوط والف مليون مبروك على البطولات السنه دي ومستوى فريق كره اليد، وحاجه اكتر من رائعه يعني. الحمد لله، والله الحمد لله الحمد لله. ربنا وربنا معاك يخليك يا ويوفقك يا رب يا كابتن احمد، وانت يعني اسطوره من اساطير نادي الزمالك ومعشوق الجماهير الزملكاويه. بواحد واحنا بنتكلم زي حسن شحاته وفاروق جعفر و وحازم امام وشيكابالا ولعيبه كتير مميزه، انت واحد من اساطير الموجوده في نادي الزمالك وهتفضل على مر التاريخ ان شاء الله يا كابتن احمد. حبيبي حبيبي يا كابتن خالد، وربنا يخليك والف شكر على كلامك الجميل يا كابتن حبيبي، خالد. عايز تقول ايه بقى العباس؟ عباس يعني مش قادر احكي لك قد ايه هو بني ادم جميل. يمكن هو متواجد معانا كان من فتره كبيره، من هو صغير كان دايما بيجي وبيتفرج على الماتشات ويتفرج على تمريننا، ودايما بيجي وبيصورنا ويقف يتكلم معانا وبتاع. يعني الكلام ده من زمان يا كابتن؟ ها؟ لا لا، من زمان يعني يعني، بتكلم من مثلا 6 سنين مثلا؟ لا لا، ممكن يكونوا اكتر. هو بقاله فترة يعني، بقاله فترة ممكن اكتر، حوالي 10 سنين او حاجة ياه، ممكن. يعني كأنكم انتوا اللي مربيينه يعني. لا لا، عباس جميل، حاجة جميلة والله. ودايما انت مش متخيل ان هو ازاي متواجد معانا في التمارين وفي الماتشات، وازاي بنتفائل بيه لما بيكون عندكم متواجد نوع من معانا. التفاؤل بيه يعني، لما يكون طبعا متواجد الفرق بتكسب و طبعا طبعا. وشك حلو يا عم. حبيبنا حبيبنا عباس. ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا بيبسي، يا حبيب قلبي، حبيبي يا غالي. انت خلاص من كتر التعامل مع عباس بقيت تفهمه كويس؟ الى حد ما، الى حد ما يعني نتكلم مع بعض. يعني هو الموضوع مش بعيد. هو بني ادم جميل جدا في التعامل معاه كمان. طيب قوي، مش متطلب يعني. هو بيتكلم معاك، هو بيبقى سعيد انه بيبقى موجود وسطينا وان هو متواجد معانا. فدي اكيد حاجه بتسعدنا، ان هو بجد حد جميل جدا يعني. ومن الواضح جدا كمان طيبته واخلاقه كده، جدا الناس جدا بتحبه، فعشان كده بيتفائلوا بيه وبيتفائلوا بوجوده دايما معاهم. اي حد في الصاله، الامن، الحته دي كلها انت مش متخيل قد ايه بيتعاملوا ولو معاهم. غاب بتتضايقوا بقى لو اكيد. لا لا، فعلا يعني ممكن تسالوا عليه مثلا هو عباس ما جاش ليه؟ مثلا لو قعد فعلا حوالي اسبوع او 10 ايام مش ايوه شايفينه، فعلا. هو ايه اللي بيحصل؟ هو فين؟ نسال الامن. طب يا جماعه، او الناس العمال في الصاله، او الناس اللي قريبين منه يعني. هو الى حد ما قريب اكتر كمان لجيل 98، ده اللي هو كان جيل المرتبط السنه اللي فاتت واللي قبليها. احنا يعني شويه اكبر منه، ف 98 قريبين منه، فنكلمهم هو فين، ما بيجيش ليه، وهو كويس كده يعني. فلا، هو حد جميل فعلا، واحنا احنا يعني بنبقى سعداء ومبسوطين جدا وهو متواجد وسطينا. طمنا عليك يا كابتن، ان شاء الله السنه الجايه مع نادي الزمالك ان شاء الله ان شاء ان الله شاء الله. انا كنت سامع ان انت طالع يمكن اعاره النادي وقته قليل البطوله وترجع، سمعت الكلام ده؟ مش لكن السنه السيزون ده خلص، لكن السيزون الجديد لسه يعني، ربنا يسهل. انا لسه سامع ان في لعيب اسمه محمد محسن تقريبا راح الجيش. في محمد محسن راح الجيش، وعلي حازم راح اليوبيس. لكن معظم اللعيبه المهمه مستمره مع نادي الزمالك، وطبعا كل لعيبه مهمه يعني، بس انا قصدي كلهم كلهم كلهم. بس انا قصدي القوام الاساسي يعني. طبعا، هم كان الناس دي كانت من القوام الاساسي، لكن متطلبات الجهاز الفني في الفتره دي شايفين ان بس انا سامع ان نادي الزمالك جايب لعيبه برضو يعني، في لعيبه برضو هتيجي من الاهلي اعتقد، من دول بدون ذكر اسماء، في 2 لعيبه من الاهلي وفي لعيب من طلائع الجيش اعتقد، حاجه كده يعني، او من سبورت مش خلاص فاكر. اتأيدوا وموجودين معانا وخلاص متواجدين معانا. يعني في 2 لعيبه من الاهلي جم اوريدي خلاص. احمد حسام ومحمد عبد الرحمن. ولعيبه مهمه يا كابتن. طبعا، يمكن هو احمد حسام كان لسه لحد اخر فاينل بيلعب قدامنا السيزون اللي فات، وكان لعيب مهم جدا في النادي الاهلي. محمد عبد الرحمن كان بيلعب في النادي الاهلي، والسنه اللي فاتت راح نادي سموحه، لكن يعني الجهاز الفني برضه شايف ان هو الناس دي تواجدهم هيفرق معانا، وهي دي حقيقه بصراحه. وجودهم معانا هيعمل اضافه للفريق طبعا بعد احتراف يحيى خالد، فكان لازم يبقى فيه تعويض في المكان ده. صحيح. صحيح، في المجر اعتقد احترف في المجر يحيى. هيروح في سبرينت في المجر، فريق كبير جدا وفريق محترم، وهو بجد ولد محترم ولعيب
حاجه عاليه جدا، فان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. طيب اخيرا بقى قبل ما اسيبك اخلي عباس يقول لك كلمه، تقول ايه للكابتن احمد؟ كابتن احمد حبيبي حبيبك انا بحبه قوي، بيحبك قوي. حبيبي عباس، انت اللي حبيبي، وانت اللي حبيب الكل، وكلنا بنحبك، ونتمنى دايما ان انت تكون دايما متواجد معانا يا حبيبي. اشكرك يا كابتن احمد، اشكرك كابتن احمد حبيبي يا كابتن خالد، ربنا يخليك.